افتتح معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفه رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه مسجد خلود محمد جمعه بمنطقه ديار المحرق الذي بني على نفقه المحسن الوجيه فوزي احمد كانو وأكد معاليها أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تولي أهمية خاصة للجوامع والمساجد ودور العبادة باعتبارها منارات للعلم والفضيلة وطاعة الرحمن وملتقا رحبا للمؤمنين يعزز من وحدتهم وترابطهم وتكافلهم لافتا إلى أن بيوت الله كانت منذ القدم شواهد حية وحضارية على التاريخ الإسلامي الناصع لمملكة البحرين وشعبها الكريم وعلى الحركة الدينية والعلمية والاجتماعية التي كانت وما زالت تسهم بحيويه وفعاليه في مشروعات التنميه والازدهار. واشاد معاليه في هذا السياق بما توليه الحكومه الموقره برئاسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ورعايه دائمين بدور العباده وبانتشارها في مختلف مناطق البحرين، مثمنا دور المحسنين في اعمار بيوت الله ورعايتها بما يعكس روح الخير والبذل والعطاء لدى الشعب. البحرية. البحريني المعطاء مؤكدا اعتزاز مملكة البحرين بهذه الإسهامات الكريمة التي يقوم بها المحسنون لخدمة دينهم وبلادهم ومجتمعهم والتي تنم عن روح خيرة وسخية ونوه عليه في هذا الصدد بمبادرة الوجيه فوزي أحمد كانو بتبني إنشاء مسجد خلود محمد جمعة وقاعة المناسبات الاجتماعية الملحقة بالمسجد. من جانبه عبر الوجيه فوزي أحمد كانو عن شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على تفضله بافتتاح المسجد، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي عرفانا وحبا لكل أبناء الوطن وتعبيرا صادقا عن الدور والمسؤولية الوطنيه والاجتماعيه لخدمه البلد